حبايبنا قالوا لنا ان ساندي وصلت دلوقتي عند البوابات، فهنطلع دلوقتي نصورها ونشوف هنعمل فيها ايه النهارده. كل سنه وانتم طيبين وازاي الصحه. الحمد لله على السلامه يا ست الكل. ميرسي. احنا وصلنا الحمد لله. الله يسلمك. الطريق بس ما خدش معانا وقت عشان ال الحمد لله على السلامة. شكرا. ايه ده؟ انت نمت؟ لا 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 يا ابني انت فيك حاجة؟ ايه؟ فيك حاجة؟ فيك حاجة؟ لا لا زي الفل زي الفل؟ في ايه؟ إيه زي ما انت 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 اسف اسف ايه ده؟ خلاص 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 اللي خلاص 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 وقف العربية. خلاص وقف العربية. هاتي 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 بس المية. هاتي يا ابني اخد الدعوة بتاعي. اخد وقف العربية واخد الدعوة. حاضر عشان نوصل عشان خلاص خلاص بقى. يا ابني وقف العربية هديك المية. يا استاذ وقف العربية. اخد الدواء بس اخد الدواء اخد الدواء. وقف العربية. اخد الدواء. وقف العربية. خلاص وقف. بقول لك وقف العربية. انت ما بتسمعش؟ انت مجنون صح؟ استني بس عشان اخش وهقف وانا داخل الحمام. وقف العربية. بقول لك وقف العربية. انت مجنون انت عايز تقتلني؟ وقف العربية. خلاص وصلنا بقى يا ابني. وقف العربية بقول لك. الله والمصحف اكلم لك البوليس دلوقتي حالا. وقف العربية لو سمحت. وقف العربية. ممكن توقف العربية؟ ممكن توقف العربية؟ انا اسف لو سمحت. وقف العربية. انا اسف يا استاذة بقى. طب عشان ما غلطش وقف العربية. عشان ما غلطش فيك وقف العربية. انا بقول لك وقف العربية يا ابني. وقف العربية. انت عايز تقتلني؟ انا ما نمتش بقالي يومين والله العظيم عشان. طب انت لما انت بقالك يومين مش نايم بتسوق العربيه؟ انا ما قلتلهمش كده. انا بقول لحضرتك والله العظيم. طب بس انت يعني ليه تسوق العربيه؟ خلاص احنا يعني وصلنا. يعني ليه ما نمتش يومين؟ النهار اهو. طب بص قدامك. حاضر. النهار اهو. يا رب عدي اليوم على خير. يا رب نعم نعم. أمرني. نعم. آسف. هنخش في الطريق ولا إيه؟ لا لا والله. إيه؟ لا والله أهو. خلاص إحنا أصلاً الحمد لله على السلامة. بص أقول لك حاجة. هتعمل الحركة دي تاني هنزل من العربية ماشي؟ أنت بتشرب حاجة؟ لا والله. بتشرب حاجة صح؟ لا أنا ما نمتش بقالي يومين. أستغفر الله العظيم. يا رب. يا رب عدي اليوم ده. بص قدامك في عربية. في عربية انت مش شايفها؟ الله. شفت الطريق قلق والله يا استاذة. الطريق كله قلق. انت خلي بالك فيه. مفيش حد بيسافر هو مش نايم بقاله يومين. مفيش حد بيعمل كده. انا مش فاهمة الانتاج ازاي سايبينك. هي الساعة كم مع حضرتك؟ ليه؟ يا ابني فوق يا ابني. يا ابني فوق. انا لسه عاوزه نفسي فوق. احنا وصلنا فوق. يا اما شريط الدواء فين يا ابني؟ انت كنت هتشيل الراجل. شريط الدواء بتاعي فين؟ لا انا مش مصدقه. دلوقتي الميكروباص هيعدي من جنبهم وهنرشهم بالميه وهنحاول ان احنا نثبتهم وننزل نحاول ان احنا نضرب السواق. وازاي الصحة؟ ربنا يستر. في ايه يا عم؟ خلي بالك خلي بالك. يا نوسة يا نوسة انا مش يا نوسة انا مش مصدق. كنت يا نوسة مش معايا. في ايه؟ يا نوسة يا نوسة اتعرف. يا نوسة بليز يا نوسة كلمني حد. يا نوسة انا خايفة خايفة. مجنون مره مجنون. ماشي. نوسة نوسة عامل لي مشاكل يا نوسة مع الناس. يا نوسة لا انا مش مصدقته. لا مجنون يا ابني. سوق سوق.
خلي بالك خلي بالك انت ما بتسمعش. انا اسف. ايه دماغك ايه؟ مفيش والله يا نوسه مش نورمال يا نوسه. انا مش مصدقته ازاي يا ابني يا ابني زوق. حاضر اهو. طب هشد في شعري منه مش مصدقاه. كلميني كلميني كلميني. انا مع واحد مجنون. انا مع واحد مجنون. كلمني اي حد. كلم حنتيره كلم سافي يجيني اي حد على الاثنيه. اي حد يجيني يا نوسه بليز يا نوسه عشان خاطري. انا مش مصدقته. انا اللي معايا مجنون. سوق سوق وسيبك من الناس سيبك من الناس. حاضر نوسه نوسه الناس عشان اختي. اي نوسه نوسه انا خايفه انا خايفه. انت عايز تقتلني؟ فعلا انا تعبت انا مش مصدقه. خلاص اهو. انت فاضل كويس؟ فاضل انت فاضل كويس؟ فاضل اه صح. انت كويس؟ انت زي اختي. يا رب يا ان شاء الله يا رب يا رب يا رب. طب ممكن خلاص. عشان انا زي والله اختك. انا قلقان عشان قطرنا بس. ممكن عشان انا زي اختك. طب انت دول تعرفيهم؟ تمشي ما اعرفهمش. انا اعرف سواقات مخرج باص. خلي بالك خلي بالك تاني. بصي لا انا مش مصدقه. لا 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 خلي بالك خلي بالك انا اللي قدامك. خلي بالك يا ابني انت هتقتلني. لا لا رصود راح مني. انا رصود راح مني. لا لا خلي بالك ان في 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 قلق في قلق. يا ربي في قلق. ممكن توقف توقف فيه. ممكن تجري ممكن تجري ممكن. خلي بالك. بصي بقى والله لا لبسهم. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك. حاضر اهو هنريح هنريح اهو. خلي بالك. اه حاضر خلي بالك. والمصحف هتشلني. خلي بالك. اسف والله. بعتني واحد مجنون. والله مش مجنون. بعتني واحد مجنون. ما تبصلهمش ما تبصلهمش. حاضر حاضر. ما تبصلهمش. اهو ما فيش حاجة والله. أهو. ما فيش حاجة. اه ما لا 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 أفل أفل. أنا آسف والله. أنا والله لا والله لا. استنى عملت إيه؟ ها؟ عامل إيه طيب؟ تبعك دول ولا إيه؟ لا أه تبعك؟ ما أعرفش. لا 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 أنت مالك؟ أنت مالك؟ أكل عيشي والنبي. أكل عيشك؟ خلاص انزل. همشي على الطريق. رخصك فين؟ على طول. رخصك فين؟ غبي غبي مش فين الرخص؟ خلي بالك نازلين ينفذوا. نازلين ينفذوا. يا رجاله بنصور يا رجاله. يا رجاله بنصور يا رجاله. ايوه يا عم انا اهو. هدي هدي يا رجاله بنصور. حبيبي حبيبي. لا انا الحمد لله على السلامة. انت الحمد لله على السلامة.
شفتي اللي حصل لنا؟ ده ربنا، ربنا بيحبني على فكره. ده ربنا بيحبك بجد. عندي القلب يا شريف. يا حبيبتي الف سلام عليكي. ده انت كنت مش عارفه انت داخله على ايه اصلا. انا عندي القلب يعني، انا عيانه، انا واحده عيانه، انا عايزه، انا بقول له انا محتاجه نفسي، انا عايزه نفسي. على فكره اول حاجه الناس دي جدعانه قوي. جدعان ايه؟ ده احنا قدرنا، احنا جبنا، احنا هنموت. احنا دي رجاله بلدنا، رجاله بلدنا بجد يعني. لا يعرفوكي ولا يعرفوا حد فينا، بس مجرد ان هم حاسين دول اهدى ثلاثة قدرنا ان احنا نقدر ان احنا نتكلم معاهم. يا رجالة بجد. صباح الفل يا باشا. يعني انا لو ليكوا مش عارفة كان هيحصل ايه بصراحة.